اهلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحيه لجميع المشاهدين والمتابعين الاوفياء اللي كتابونا في هذا البث المباشر والحصري مباشره من مدينه العرائش مع الحصيله اليوميه متابعين الاوفياء. والحصيله كما اعلنت عنها وزاره الصحه مساء اليوم عن اصابات 4310 ديال الاصابات الجديده فيروس كورونا خلال 24 ساعه الماضيه، فيما عدد الوفيات فقد سجلت 70 حالة وفاة و 4926 حالة شفاء بالمملكة. إذا أنا كنحيي جميع المشاهدين اللي كتشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش مع الحصيلة. نتمنى أنكم تكونوا على ما يرام أكيد. تحية طيبة وتحية متبادلة. لأن عدد الإصابات للأسف الشديد ما زال كترتفع عفوا، والأرقام قياسية وكارثية بكل المقاييس. نطلب الله السلامة أكيد. نطلب الله السلامة أكيد متابعين الأوفياء، لأن الأرقام كارثية بكل المقاييس للأسف الشديد. لأن كما قلت للأسف الشديد 4310 الإصابات الجديدة فيروس كورونا، الأرقام كترتفع للأسف الشديد وأرقام كارثية بكل المقاييس. نطلب الله السلامة أكيد متابعين الأوفياء. ما فيها باس أنكم تردوا البال وما فيها باس أنكم تكونوا على بال، وخاصة أن عدد الإصابات مازال كتسجل والأرقام كارثية. إذن 70 حالة وفاة للأسف الشديد، 70 ضحية من ضحايا كوفيد 19، الله يرحمهم والله يصبر الاهل ديالهم والاحباب ديالهم. اذن اقليم العرائش ومدينه العرائش بدوره سجلت 27 اصابه جديده فيروس كورونا، 27 مصاب بالاقليم. طلبوا الله السلامه اكيد. ما فيها باس انكم تردوا البال وما فيها باس انكم تكونوا على بال، وخاصه ان عدد الاصابات مازال كتسجل. طلبوا الله السلامه اكيد. لماذا أن نرجو الحياة ديالنا الطبيعية؟ الأرقام كتسجل كارثة. دنا تهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة وكذا السلامة الصحية وانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل روح ومسؤولية. نطلب الله السلامة أكيد متابعين الأوفياء، ولكن ما فيها بس أنكم تردوا البال وتكونوا على بال، أراها الأرقام كترتفع للأسف الشديد. كنشكر جميع المشاهدين اللي كتشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري. نتمنى أن نتلقى بكم موعد لاحق إن شاء الله، وتحياتي للجميع.